ممدوح الششتاوي رجل المهام الصعبة. ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، أحد الكوادر الإدارية اللامعة داخل اللجنة الأولمبية المصرية، بما يملكه من خبرات عديدة جعلته يحقق نجاحا كبيرا في كافة الملفات التي تولى مسؤولياتها حتى الآن. تولى ممدوح الششتاوي منصب المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية منذ عام 2015، المنصب الذي وضعه أمام الكثير من التحديات التي استطاع أن يتخطاها بروح المقاتل، منتظرا المزيد خاصة مع قدوم الأولمبيات المؤجلة من العام الماضي، متسلحا بنجاحاته السابقة. ويعمل أيضا في منصب المدير الأقليمي للتسويق في عدد كبير من شركات الفنادق والسياحة العالمية منذ أكثر من 25 عاما. تولى الششتاوي منصب عضو لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2008، كما كان رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام 2006، البطولة التي أحرزها منتخب الفراعنة على الأراضي المصرية بقيادة المعلم حسن شحاتة. كما تولى رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة في كأس العالم لكرة القدم للناشئين عام 2009 في مصر، وتولى رئاسة لجنة الإقامة لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. انضم الششتاوي إلى اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021، كما كان رئيسا للجنة الإقامة والإعاشة للبطولة ذاتها التي أقيمت في يناير الماضي، البطولة التي حققت نجاحا كبيرا جعل العالم كله يقف أمامها منبهرا وهو يشاهد التجربة المصرية في تنظيم البطولات الكبرى وسط الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا.